قبل شوي مو برجال. امشي امشي امشي. يلا شقل شقل. شقل. راح راح. تعال تعال تعال. بصوت وانت تشقل. راح راح افتح السلف افتح. صوت غريب. ماكينة عدلة. دقيقة دقيقة خلنا اطفي سيارتي دقيقة. راح راح انشقل راح. ادري يا ابو دويش ما ادري صوت ماكينه ذا غريب صوت ذا زي اللي وانت بتشغل زي اللي زي الصوت طقطقه ما ادري اذا بستم يا ابو دويش راح راح مره ثانيه اشوف راح شغل ودعس بنزين حاول تدعس بنزين وانت تشغل تعال 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 بس عرفت عرفت من وين الصوت تعال شوفه تعال صوت من الملعقة دي الحمد لله الماكينة سليمة الحمد لله الماكينة سليمة يا ابو دوي ولا كوبايجك يا ابو دويش اشوفك تجي هنا شفتك تجي هنا ما شفت ان شاء الله ان شاء الله يا حبيبي ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله انا اسف انا بسرعة ان شاء الله ان شاء الله بسرعة ان شاء الله ان شاء الله لا لا ابو دويش لا لا خلاص السيارة ما تبي شق سيارتك ما بشق سيارتي خلاص ان شاء الله خلي بشيلها بسطحها ولا بشيلها ان شاء الله ان شاء الله ما تبي تروح معاي المزرعة قلب وجهك قلب وجهك قلب وجهك قلب وجهك راح 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 وسع صدرك وسع صدرك يا ابو دويش لا 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 ابو دويش خلاص بسرعة خلاص هلا عم ابراهيم هلا هلا سالفه ليش يا ابو دويش يدور مشاكل حياك الله يا ابراهيم هلا انت مجرم انت الله يعينك عليه الاجل هلا ابو عبد العزيز هلا ابو بوي هلا عرف قيمتك صدق شلون ابو انا قلت لك راح المزعى وباجي ايه عثم اربع طالع ايه شلون جيت واكلم النوري يقول انا في صغير بكلم بدويش يا ساتر بعدين بعدين جيت بعدين وبعدين جيت في تأشيرة جيت تأشيرة شاعر ابو عبد العزيز يجي تأشيرة مع تريلو ولا شيء مع سيارة عادي جابت مالك شغل فيها عشان تعرف قيمتي والله ما عرفت قيمتك الا الحين والله يا مريض لانك ما تستحي المفروض تعرف قيمتي كل سنين وانا مرة انا بقول لك قصيدة مناسبة الوفا والطيبة ايه يا مريض يا رجل ايه ولا كل الرجال سامعها سامعها والله والله سامعها فوق ال 500 مرة خل استريح ايش في ذا ايش في ذا سلامات ايش في اسمعني ولا تقاطعني يا مريض يا نذل شعر ولا شعاره يا ما تستحي انا اقول لك قصيد تعطيني مظهرك بعد خلصت خلاص عندك عندي ذل قال انا ما استحي ابو عبد العزيز انا ما تشوف انا ما استحي ابو عبد العزيز انا قدر الشعر قدرك يلا قدر الشعر سلامات ابو كيان سلامات ايش فيك يا حبيبي بسم الله عليك ايه في البيت اليوم ايه ما جينا ايه الجيران الصغير يلعب كوره عند الباب ايه جيت وسويت روحي يمين سي باتشوته وجيت باتشوته ودست على الكوره وطحت الحمد لله سلامات عزمها تعورت الكوره اي والله صادق زي ما يقال بنت تعورت سالفة رجولك اللي مخليهم كذا محمد عالي قال لي صوت كذي ويطب الالم لا لا اعلمك في تدريب اي اي وين الاصابه جوتك؟ الاصابه في الظهر كذا اسفل
ايوه هو كلام محمد عادل صحيح. انا سامع دكتور مره يتكلم عنه بس مو بكذا غلط. المفروض هو محمد يرفع رجولك لمده 5 إلى 10 ثواني. فاذا رفع رجولك صعد الدم، نزل الدم، خف الضغط على اسفل الظهر، لانه شنو الدم زي الدفع، هو دم يدفع. ايوه فانت ما تشيل رجولي، ترفع رجولي لمده 10 ثواني. اي لا رفعت رجولي يخف ضغط الدم يروح الالم. اي هذا هذه الطريقه انا سامع دكتور قال عنها. ما تذكر ابراهيم ذيك المره الدكتور اللي يوم تقول له انت عن الاصابه ايش قال لك؟ اي صح صح كلامك عادل. اي قال لك ارفع بس واحد يمسك رجولك لمده 10 ثواني. ايش الفرق بين الجدار احط العاده؟ لا لا لان انت شلون حط رجولك كذا المفروض يصيرون كذا. اي فالدم ينزل، اذا نزل الدم يضغط عليك. اي ايش تفكر انت عنده معلومات؟ اي هو القضروف ذي يسمونه القضروف. القضروف ضاغط القضروف الايمن، ضاغط على القضروف الايسر. القرضيف. اي القرضيف. اي فهو لو صار ضغط شو يسوي؟ يضغط على العروق فيسبب لك الم. فلازم تشدهم فوق عشان تنزل الدم. نزل الدم، جرب عن 10 ثواني بس محمد، 10 ثواني بس، ارفع رجله 10 ثواني و... لازم يصير مسدح، لازم يصير اي لازم يصير كذا، لازم تصير كذا. ايوه 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 ترفعهم. لا لا خلهم سيده 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 زي لاعبين كره القدم لجام شد شلون. ايوه ايوه لا بعد اكثر اكثر بعد. ايوه لمده براحة. حسيت لا انصمت بس لا يخل... حسيت ان الضغط اللي اسفل الظهر راح. الحين بعد تحس اكثر، رفع شوي اكثر بس لا يرفع. بعد شوي اكثر، بعد شوي اكثر، بعد شوي، بعد شوي اكثر. الحين ايش حسيت؟ لا لا ابو كيان، لا لا ابو كيان، لا لا ابو كيان خلاص وسع صد، لا لا وسع صد، لا لا ابو كيان خلاص. بسم الله عليك، بسم الله عليك، بسم الله. قلب يا عندك 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 خلاص شيك عليك اللي صاير خانق الرجال. بسم الله عليك يجيك هواه. أدب أخوك، أدب أخوك، ترى يمشي ويبهدل العالم، يمشي ويسوي مشاكل. هلا حبيبي. شوف أنا ما تحرشت. هلا والله. هلا حبيبي. ذبحت الرجال أنت، إيش فيك؟ استريح استريح استريح. ما أدرك أخوك الواحد الحين. تقول ولا أكلمه أنا؟ هو من صدحنا. أنا عندي إصابة وأخذوني وقلباني. شاب ولا كلمة شاب؟ أقول لك هو. استري استري يا محمد، استري هذا اللي بدي امرده الحين. استري استري انتوا يا زجران ما تصلحون في مجلس واحد. ما مرضى بالغلط على تعبان. لا لا انت ما ترضى بالغلط، هذه مواصفات العميد. ترى عميد عميد عايل يرضى بالغلط مو بعميد. لا مستحيل. استري 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 يا ابوي، استري اذا ما اشتري. استري 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 يا ابو دوي، استريح يا حبيبي، استريح استريح. بسم الله عليك، استريح استريح. ما ادري ايش في، ما ادري ايش في، ما ادري. تعال انت بيك الحين. انا ما بس عميد العائله، عميد حتى المزرعه. ايه تعال بيك، تعال تعال لي انت، تبيني انت. اقول لك تعال، انا اقول لك تبيني، تعال لي عند محلي. تعال وانت تعال لا تضحك، وانت ابي اجي. تعال قد انا ابيكم، تعال ما يبديك منه. خلاص 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 خلاص. النوري انا خابر ان سمعك ضعيف كده، ما تسمع زي ما قال اخوي سامي. حاول تكون قريب يما عشان تسمع الكلام اللي بقى. تفضل اخوي سامي تفضل. الحين انت اقعد هنا، اقعد لوحك بواحد الحين عشان يسمع. انت بتصح على وجهك. افا انت بتصح على وجهك. لا ويش انت بتصح قريب تسوي؟ انت بتصح على وجهك. تعبت ونعلمكم الادب. خلاص عاد تكثر بربره، ترى انا ابو اخوك زجران، اخلص علينا. طاح في الشارع ما يوقفون وياه. ما بكفوا، ما بكفوا ذيلي، ما بكفوا. والله ما بكفوا. كلام عدل. انت ما بكفوا. ليش؟ صح صح. شفت انت الرجال وانت ما لقيت غير سامي تشد ظهرك فيه. الرجال هو الوحيد اللي وقف وياي. ايه بعدين الوحيد اللي وقف وياي وجليه. انت اللي مريت انت بيته. ايه انا مريته مسكين. كافو كافو. تصحى يصيح. يصيح الله. قالت اتركوني. ايه قلت ولا يهمك، العبيد موجود. كافو والله. كافو.